نعود مشاهدينا إلى الشأن الليبي وبالتحديد إلى الضربات الجديدة ضد الإرهابيين في ليبيا. ينضم إلينا من هناك من مدينة بنغازي تحديدا عصام التاجوري المتابع للشأن الليبي. سيد عصام مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. كم سيؤثر إلقاء القبض على أبرز قيادات الجماعات الإرهابية في درنا على تسريع التقدم لتحرير المدينة؟ أولا تحية لكم متابعين. أعتقد بأن الشباب يقوم ولأول مرة من 6 سنوات يدفع أذان صلاة الجمعة وتقام بثلاث مساجد رئيسية بالمدينة، من المساجد المعروفة لدى أهل درنا، وحضر العديد من أهل درنا تحت تأمين ورعاية القوات المسلحة داخل الأحياء المحررة صلاة الجمعة بمدينة درنا، باستثناء منطقة وسط التي كان المجموعات الإرهابية جعلها منطقة مليئة بالأشراك والأفخاخ والملاغم في استنساخ لسيناريو أو محاولة منهم لاستنساخ لسيناريو الذي بقوا لمدة 2 سنين ونيف وهم يتحصنون خلف هذه الأفخاخ والألغام التي خلفوها وراءهم الآن في مدينة بنغازي، تحصد أرواح المدنيين العودة إلى منازلهم. وإلى الآن للأسف لا المجتمع الدولي ولا الحكومات المتنازعة في ليبيا وجدت حلا لمسألة الغاز في بنغازي. ها هم ذات الإرهاب المتطرف يحاول زرع هذه الألغام في تلك الشوارع الضيقة القليلة التي تبقت لهم في مدينة درنا ليتباهوا. أعتقد أبرز الشخصيات التي وقفنا وتأكدنا منها الآن تحت يد القوات المسلحة غرفة عمليات المختار المكلفة بتحرير درنا هو السيد يحيى عمر الوسطى، وهو المكلف بالملف الأمني لمجلس ما يعرف بشورى درنا المحل وتطلبه ما يعرف بقوة حماية درنا الذي كان صادقا أنصار الشريعة بدرنا دوليا كمنظمة إرهابية ومن سيد عصام، بالإضافة إلى التقدم على الأرض إلقاء القبض على هؤلاء القيادات سيسهل التقدم على الأرض أيضا، كم سيسهل على الجيش الليبي مهمة جمع معلومات دقيقة ومهمة تتعلق بالقاعدة داخل ليبيا؟ أعتقد أن درنا تعتبر المكان زي ما يسمى المكان التدريب أو المعسكرات والتخزين أو نقطة انطلاق إلى الشام والعراق، كانت درنا تحديدا وسهولها وليست المدينة، لنكون صادقين وواضحين. لكن أسرار القاعدة حقيقة هي موجودة في الجنوب الليبي وأيضا موجودة في طرابلس الآن، لأن القاعدة متقدمة الآن منذ فترة رسمية، وهذا معلومة بدأت التنظيم الجماعة الليبية المقاتلة والأخوان الإخوان دائما من غير ليبيا ممكن تكون طريقة المنطقة الشرقية هي في مواجهة أو كمراكز تدريب أو أقرب نقطة مثلا لمصر أو لسوريا والعراق لنقلهم للقتال، سواء أمام أفغانستان سابقا سواء بالنسبة لسيناريو القاعدة ومن بعد أتى تنظيم الدولة وغيرها من الحركات الجهادية المهمات. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، حدثنا من بنغازي عصام التاجوري المتابع للشأن الليبي.